ليه دايما الصيام بيتهم انه سبب في العصبية؟ على عكس ما يروج، ريهام نجحت في انها تتغلب على عصبيتها في الشهر الفضيل. كل سنة وانت طيبة ريهام. عايزين نعرف من خلال تجاربك في الحياة ازاي كنت شخص عصبي وتحولتي لانسان ايجابي وهادئ. احكي لنا عن تجربتك مع العصبية. اي حد دلوقتي بيشوفني ان هو يستغل الشهر الكريم انه يعمل، يبقى فيه تارجت المفروض ان هو هيحققه من جواه، ان انا اتخلى عن عادات كتير ممكن هتضرني واستغل طاقة الغضب، بتبقى طاقة مدمرة، استغلها وحولها كلها لطاقة ايجابية بالنسبة لي، اللي انا ابتدي اطور ذاتي، ابتدي ان انا اخرج من الشهر الكريم، شهر العبادات وشهر المحبة، ان انا اخرج منه وانا فعلا متخلي عن عصبيتي تماما، ان انا انسان هادي، ان انا انسان حسن الظن بالله وبالناس اللي حواليا، ان انا انسان متفائل، ان بقى ايجابي. وصدقني انك اما مجرد انك انت تتبسم في وجه اللي قدامك، انت كده امتصيت غضبه 100%. ازاي شهر رمضان ممكن يساعدنا ان احنا نتخلى عن عصبيتنا؟ هو شهر رمضان عشان شهر عبادة وفي روحانيات بتبقى عالية قوي، الواحد بيبقى متقرب ما بين مع ربنا قوي، بيبقى فيه صيام وفيه كده، فحتى لو حد جيت نرفز بيقول اللهم اني صائم. هو ده بالظبط اللي انا بطبقه في حياتي عموما، يعني بقيت لما احس ان انا متنرفز اقول استغفر الله، او افكر في اي حاجه او اعد في سري كده، اساس ان انا اي حاجه تبسط حده الانفعال اللي انا هتعرض ليه. شهر رمضان ساعدني ان انا ابطل العصبيه في الشهر الكريم وتحول من شخص عصبي الى شخص هادي، شخص بيمتص غضب اللي قدامه كمان، يعني مش بمجرد ان انا بس ابقى سيطر على نفسي، لا، وبنشر طاقه ايجابيه كمان على الناس اللي حواليا.